ومن الفوائد أن قوله قل أأنتم أعلم أم الله كما سبق معلوم أن الله هو العالم المحيط الخبير بكل شيء، فالجواب معروف، لكن هذا من باب التنزل مع الخصم لإقامة الحجة عليه، لأنه إن قال أنا أعلم من الله ها كفر. إذن ما الذي يلزمه أن يقول الله أعلم مني؟ إذن يقال له بما أنك أقررت بأن الله أعلم منك فيجب عليك أن تأخذ وأن تؤمن بما أخبر به عز وجل في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا من باب إقامة الحجة على الخصم، من باب التنزل، كما في قوله تعالى الله خير أما يشركون. الجواب معروف، الله خير، وليس في شركهم وليس في أصنامهم خير، وإنما هذا من باب التنزل مع الخصم لكي تقيم عليه الحجة.